شكرا لك كاترين على هذا الموجز. عودة لكم مشاهدينا والى ضيفي الصحافي والمحلل السياسي استاذ انطوان قسطنطين. مجدد ترحيب فيك استاذ انطوان في هذه الحلقه. البدايه من الداخل اللبناني، بات واضحا 9 جلسات حتى اليوم ولم تستطع لجنه صياغه البيان الوزاري ان تتوصل الى صيغه متفق عليها او يتفق عليها للخروج ببيان وزاري لحكومه قد لا يتعدى عمر الاشهر اذا وصلنا لاستحقاق الرئاسي. برأي حضرتك ماذا في قضيه في على البيان الوزاري؟ اولا صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. ثانيا بحب اني اوجه تهنئه للمراه اللبنانيه في اليوم العالمي للمراه، وتحيه لكل ام ولكل امراه في لبنان كما في العالم العربي. وبالنسبة للسؤال اللي طرحته، من أبسط الأمور أن واحد يقول بأن المعادلة السياسية التي أفضت إلى تمكن الرئيس تمام سلام من تشكيل حكومته كان يجب أن تتضمن في متنها نفس الزخم الذي يؤدي إلى ولادة البيان الوزاري. إذا كانت القوى السياسية التي تآلفت ودخلت هذه الحكومة قد دخلتها بإرادة خارجية وداخلية، فإن هذه الإرادة يفترض بها أن تكمل الطريق. هل شيء ما تعسر في هذا المسار؟ في طبعا علامة استفهام حول هذا الأمر، ولكن الأكيد أن غياب أي إرادة في هذا الائتلاف محلية كانت أم خارجية سيؤدي حكما إلى جعل هذه الحكومة ليس في وضع الحكومة المستقيلة، لأنها هي أيضا حاليا بالوضع الدستوري هي تشبه الحكومة المستقيلة، ولكن سيؤدي حتما إلى يعني انفراط عقد التشكيلة والذهاب بنا إلى مشاورات جديدة. إذن التأخير الحاصل في موضوع البيان الوزاري ليس مفاجئا، كان يفترض من الأساس أن التوليفة التي أدت إلى ائتلاف هذه القوى أنها تعرف في الأساس أن مسألة بحث موضوع المقاومة هي قد تشكل يعني مش أنه ليس هناك من مفاجأة في موضوع العقد. بس ما هي يعني عندنا تجربة مماثلة يوم تم تسمية الرئيس تمام سلام كمان بقدرة قادر، فجأة توافقت كل القوى السياسية على الرئيس تمام سلام، وبعدها وقفت الأمور، قعدنا 9 أشهر لا تشكلت حكومة. للأسف، لأن الزمن اللبناني لا يجري على عقارب الساعة اللبنانية. الزمن السياسي في لبنان يجري على عقارب ساعات إقليمية ودولية. مسألة الخلاف الإيراني الأمريكي والإيراني الأوروبي لفترة حول موضوع الملف النووي أدت إلى عرقلة الأمور وأخرتها. حاليا يحكى عن أن الخلاف الأمريكي الروسي، نصبح دائما على مواعيد الآخرين. مهلة صياغة البيان الوزاري تنتهي ب 17 الشهر. صحيح. ب 16 الشهر قبل 24 ساعة هناك الاستفتاء الذي يجب أن يتم في أوكرانيا حول مسألة انفصال القرم عن أوكرانيا والحقها بروسيا. هل معطيات هذه إذا كان مثل ما هو واضح أن الزمن اللبناني لا يجري على العقارب اللبنانية، ربما تفسر تأخير أو تعسر القوى المحلية في صياغة البيان الوزاري. لطالما كان الوضع هيك بلبناني، لطالما بعمره ما كانت ساعتنا على التوقيت اللبناني، عقارب الساعة السياسية في لبنان لم تكن يوما على التوقيت اللبناني. ليش كل عمرنا رهنين ملفنا لصراعات خارجية؟ ومتى ممكن نعيش بدولة ممكن يكون ملفنا قرارنا داخلي؟ لأنه للأسف بموضوع الانتماء اللبناني هناك الكثير من الكلام والقليل من الأفعال. لا يكفي أن يقال عن شعب معين بأنه يسكن أرض معينة لكي يشكل وطن. أنت بتعرف أنه مسار تاريخ الجمهورية اللبنانية والدولة اللبنانية، مسارها منذ ولادتها من 1920 لليوم، هو مسار متعسر، هو مسار أخذ الكثير من الحروب، كلف الكثير من الخسائر، ولم نتمكن لغاية الآن
كلبنانيين من أن نعطي معنى واحد لمفهوم الانتماء اللبناني. كل مرة كنا نعتبر أنه الانتماء اللبناني هو مسألة توافق ما بين الطوائف. معنى الانتماء لوطن في أمم أخرى في دول أخرى لا يمر عبر الانتماء إلى الطوائف. هي المواطنية يعني وليس المذهبية أو الطائفية. إذن كلمة لبناني أو التوصيف بأنه هذا لبنان وهذا لبناني هي كلمة يعني شكل يتضمن أحياناً كثيرة متناقضات في داخله. صحيح. يعني المسألة الطائفية هي الأساس. مظبوط. من 1920 منذ تشكيل لبنان رسم على خريطة طائفية من يومها. هي لأن الطائفية في لبنان موجودة. سابقة. صحيح. لأن الطائفية في لبنان سابقة للانتماء الوطني، لأن الوطن يعني بتراكم السنوات. صحيح. وعندما تقرر قيام حتى من قبله من 1860 لطالما كان الصراع على أساس قبل ذلك ما كان في كيانات. صحيح. يعني صحيح. ربما بس أنه كان في طوائف لبنان. كان في طوائف ما كان في كيانات. كان في طوائف، الطوائف سابقة في لبنان. يعني مثلا من المسائل المستغربة أنه البلديات بلبنان مثلا عمرها قبل عمر الدولة. يعني مثلا بتشوف بلدية دار القمر تحتفل بعمر 120 سنة. البلديات لأنه كانت عم بتدير مجتمعات محلية. صحيح. المجتمعات المحلية التركيب الطائفية فيها الطوائف بتعتبر أنه عملت عقد فيما بينها. عملت تنازلات لمصلحة الدولة، بتاخد بالأراضي مثلا. في عنا بلبنان بتسمع كتير أنه الأوقاف. صحيح. الأراضي الأوقاف. شو الوقف؟ يعني طوائف تمتلك عبر مؤسساتها الدينية أراضي تنازلت، وكأن تنازلت شكليا بالنص للدولة ومش عن كل شيء، لأنه بتعرف أنه الدستور اللبناني وبآخر نسخه يعني نسخة الطائف يعني عمل شغلة كمان ما بعرف إلى أي حد بتتسبب بتفاقم المشكلة. تحت عنوان تجاوز الطائفية وتحت عنوان إلغاء الطائفية السياسية وكذا، أقر في الدستور تكريس فظيع للطوائف، أبرزه مثلا إعطاء رؤساء الطوائف حق مراجعة المجلس الدستوري. صحيح. يعني أعطيت الطوائف كيان دستوري، كرس الطائفية بإلغاء بكيان دستوري. صحيح. بدستور. صحيح. إذن اليوم لما بنشوف لما بنشوف هالمشاكل يعني ما لازم نستغرب. نحن لازم نعرف أنه الدولة المدنية في لبنان بين مزدوجين هي الحلقة الأضعف في جسم أو أجسام المكونات اللبنانية. إذا كانت حلقة أساساً هذه الدولة المدنية. موجود في القوانين اللبنانية، في القوانين اللبنانية هناك منحة مدني، هيدا أكيد. بس هيدا المنحة المدني يعني على سبيل المثال مبارح تحديداً بيوم المرأة العالمي كان هناك تحرك لإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري، والذي يقول كل من يتعامل مع هيدا الملف أنه مشكلته هو المشكلة ربط أي قانون مدني بموافقة دينية لتمريره. أنا عم أقول لك أنه تكريس حقوق الطوائف في الدستور وأعطائها الحق الأبرز غير قصة مراجعة القانون المجلس الدستوري، يعني وهذه الناس بيعرفوها، مسألة الأحوال الشخصية 100% تخلي، ما في قانون تخلي مدني. الدولة نهائيا عن حق لبل عن واجباتها في إدارة الأحوال الشخصية. صحيح. للمواطن. كل ذلك جعل بأن الطوائف أصبحت من خلال مؤسساتها دولة داخل الدولة. يعني شريك في تنظيم القوانين، شريك لمجلس النواب أو وصي على النواب داخل مجلسهم في موضوع مناقشة تطوير القوانين. واللي أشرت له أنت بالنسبة لحقوق، هذا نموذج مبارح يعني كان بين إيدينا. بدي أرجع، بس هذا عنوان الأزمة. يعني هذا هون عنوان أزمة، يعني هذا دائما رح نتواجه، رح نواجهه كيف ما عم نتحرك بكل مرحلة، بالسياسة بالاقتصاد للأسف بأكثر من ملف قدامنا هذا العنوان. لذلك تعثر بناء الدولة، ولذلك اللي عم بيفكروا تعثر فعل الماضي أم يتعثر، تعثر ويتعثر. لذلك اللي عم بيفكروا فعلا بموضوع بناء دولة عم بحكي عن الجيل اللي بده، عن جيلنا وما بعد، لأنه بالخمسين سنة اللي ورا هذه النتيجة وصلنا لليوم. عبث البحث عن حلول لأمراض الطائفية من داخل الطائفية نفسها. ما في أمل. أكيد لا. بدي أرجع على واقعنا اليوم لما كنا نتحدث به من موضوع الحكومة والبيان الوزاري. تحدث حضرتك أنه 17 الشهر نحن أمام مهلة متعددة التوصيفات، بس بالنهاية بتخلص مهلة الشهر اللي فارضة
اتفاق طائف والدستور اللبناني. نعم. اللي هي انه مهله شهر لاقرار البيان الوزاري، والا تصبح حكومة تصريف أعمال ونحن أمام استشارات ملزمة في حال كانت هذه المهلة مهلة قطع. اليوم على أبواب 17 الشهر، شو في عنا حل؟ تنرجع قبل ما جاوبك على سؤالك بهالنقطة بالذات لتشوف كيف الدستور اللبناني اللي أقر بالطائف بيحمل الشيء ونقيضه، وكأنه تمت صياغته لكي يقع لبنان في حالة انعدام الوزن، لكي يقع لبنان في حالة العجز عن أن يكون قادر على حكم ذاته. صحيح، والحاجة دائما للآخر لمساعدتنا، الحكم من خارج الدستور. صحيح، هذه واحدة مثلهم. اليوم بسمع وبين من يعني من مختلف الأطراف ناس فقهاء في القوانين وفي العلم الدستوري، لما بتسمع اليوم عم بقرأ على سبيل المثل صديقنا النائب السابق صلاح حنين عم بيقول هذه المهلة هي مهلة حس وليست مهلة إسقاط. صحيح. يعني لما بينقطع الشهر هيدا بس مشان ندفشهم للناس لا يعملوا بيان وزاري، مش لأن قلهم خلصت المهلة. رئيس المجلس النيابي بيقول إذن عندما بيقول مهلة حاسمة، أي بسميها يعني هل هي مهلة حس أم مهلة يعني قطع، يعني خلص تنتهي الإسقاط. إسقاط العبارة مهلة إسقاط. عندما يصبح الدستور وجهة نظر، عندما يكون هناك إمكانية لتفسير الدستور باتجاه وباتجاه معاكس، إذن هناك عطب أساسي في هذا الدستور. والإصرار على اعتبار الدستور وكأنه كتاب سماوي منزل هو إصرار على الإبقاء على المشكلة، وهو إعلان نوايا بأنه ما بدنا نتقدم لقدام. بدستورنا عند كل مفرق في مشكلة، عند صحيح. كل بند في مشكلة. بالعودة للي طرحته حضرتك، برجع بقول إذا هذه القوى السياسية لم تستطع أن تتفق بمهلة شهر على بيان وزاري لحكومة عمرها يفترض 3 شهور، بيان الوزاري هو كناية عن برنامج عملها. صحيح. إذن ما الذي جمع بينها؟ هل هي جمعت بقوة الفورسيبس يعني بولادة قيصرية أو بالعبارة اللبنانية المشعل إنه صهر صهر اللبنانيين، يعني كأنه شيء دوابون ببعض فرنوا دوابون ببعض. إذا كان المقصود إنه الحكومة ولدت فقط بقوة ضغط خارجية، إذا هذه الحكومة لن يكتب لها لا النجاح ولن يكتب لها أن تعيش سويا. ولكن أنا أعتقد بأنه الفرقاء اللبنانيين كما الأوصياء الإقليميين والدوليين، وبش على الكلمة بس هي هيك، لا مصلحة لهم في إقحام لبنان في مزيد من الفوضى أكثر وأكثر. يعني نحن عم نعيش على جوانب الفوضى الأمنية والسياسية، مناطق عم تتعرض لقصف من اتجاهات مختلفة. صحيح، على الحدود مدنيين بينخطفوا، سيارات بتتفجر، اقتصاد بينهار، ولكن عم نعيش على ضفاف وعلى تخوم الحرب والأزمة من دون ما نوقع فيها بكامل الفوضى. وظهر هذا الحرص الدولي بأكثر من مفصل على أنه الستاتيكو السياسي أو الاستقرار السياسي بحده الأدنى مسألة مطلوبة. لذلك لا أزال أتوقع بأنه الأسبوع اللي مقبل يوصلوا إلى ما يسمى بالتوليفة صيغة الوزارية لناحية الصيغة بالبيان الوزاري تشبه التوليف اللي أدت إلى ولادة هذه الحكومة بشكل الحالي. مقاومة إعلان بعبدة، ممكن يوجد توليفة معينة ممكن، ولكن موضوع المقاومة مثلا كمان هدي بشوف المواضيع الخلافية، ما في شعب بالعالم بيكون عنده أرض محتلة أو عنده خطر داهم ودائم على حدوده، وبتنشأ طبيعيا مقاومة شعبية. ما في شعب بالعالم لو كان عنده مضبوط وحدة انتماء بيحول ورقة المقاومة أو عنصر المقاومة داخل مجتمعه إلى مسار تجاذب في السياسي، أو إلى ورقة خسرانة هو في فاوض فيها بشكل كتير، يعني ورقة رابحة ممكن تكون. يفترض قبل ما نعتبرها ورقة بالمفاوضات، وهذا بالحد الأدنى براغماتيا تعتبرها ورقة، بتقول قبل ما أفرط فيها فيني حقق مكاسب بالحوار حتى. صحيح. مع أخصامي. صحيح. ولكن قبل ما نوصل ونعتبرها ورقة، هي ردة فعل كيانية تنشأ عند شعب يتعرض
لظلم إلى من هنا. إذن حتى هذا الشعور ليس شعورا وطنيا شاملا. هذه كمان مسألة إلى علاقة ب المواطنية بالهوية، مفهوم الدولة ومفهوم الهوية والانتماء طبعا. وألا ما بتدخل وألا ما بنضل شهر نختلف إذا عنا مقاومة أو لا، وكأنه بنية البعض أنه لا ما في مقاومة بدنا نعتبرها غير تنظيم، وبنية البعض الآخر أنه هذه المقاومة بتنفرض. المقاومة لا هي بتنفرض فرض على شعب ولا هي تلغى في حال وجود احتلال أو ظلم. صحيح. بعد أول فاصل إعلاني بدي روح شوي صوب المؤتمرات، مؤتمر باريس الأخير. ماذا يمكن أن تقدم هكذا مؤتمرات للبنان غير الدعم السياسي؟ شفنا بالأمم المتحدة يوم عقد على هامش الجمعية العمومية مؤتمر لدعم لبنان، لم نرى غير الكلام السياسي. هذا الكلام السياسي قد ممكن يقدم للبنان في ظل هذه المرحلة الضاغطة على الوضع اللبناني في مع تزايد ارتفاع أعداد النازحين؟ مش مطلوب أكثر. نبحث بهذا الموضوع. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولا متابعة برنامج الحدث. أستاذ أنطوان، قبل أقل من أسبوع كان هناك مؤتمر في العاصمة الفرنسية، عقد تحديدا في قصر الإليزي، مؤتمر لدعم لبنان. تقدمت الحكومة اللبنانية بكثير من الأوراق، إحدى هذه الأوراق أنه نحن العجز يفوق توقعات بحدود 7 مليار. نحن العجز اللبناني من جراء أزمة النازحين السوريين، كلفة يعني استقبال النازحين. إضافة لهذا الورق الأبرز كانت أنه نحن ب 2015 سيصل عدد النازحين إلى لبنان إلى حوالي 4 ملايين نازح، وبالتالي أكثر من عدد اللبنانيين في الداخل اللبناني اليوم. بداية قبل ما أفوت بقضية النازحين وكيف يمكن مساعدة النازحين في لبنان، هذه المؤتمرات، مؤتمر باريس قبل مؤتمر بالأمم المتحدة، ماذا يمكن أن تقدم للبنان؟ الحقيقة يجب نظر لها الموضوع كمان من منطلق التناقض في مواقف الدول وفقا لمصالحها. عندما وقعت الأزمة في سوريا وبدأ النزوح، تعرض لبنان لضغط دولي فظيع أمريكي وغربي بضرورة عدم إقفال حدوده، صحيح، بضرورة استقبال النازحين دون سقف بالأعداد. هلأ بتفتحوا حدودكم، منشجعكم وبرافو عليكم، وبعدين منشوف شو حاجاتكم. بالوقت اللي دول أكبر من لبنان وقدرتها أكبر، أردن وتركيا تحديداً، ما سمحوا بهذا الضغط أبدا. كان في رقم معين ووقت اللي تخطوا هذا الرقم سكروا الحدود. طبعا نحن نتيجة الانقسام السياسي والمذهبي في لبنان، نتيجة غياب هذه المواطنية مرة تانية، صرنا نحن حدودنا سائبة بالاتجاهين، وأصبحنا يعني من يعتبر نفسه مواطن وبده دولة شايف حاله بحالة عجز، وهو الحلقة الأضعف بحدود تقريبا صارت غائبة الحدود بين لبنان وسوريا على مستوى نازحين، تبادل سلاح، مسلحين، تقريبا صارت شبه غائبة. اليوم نفسه هذا المجتمع الدولي عم يجي يقول انه لا، لازم نمد يد العون للبنان بالمعطيات اللي انا وكبتها بفترة من الفترات. اولا لم يكن هناك اي قرار دولي بدعم الحكومة اللبنانية اللي كان بترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، وأنا شاركت بعدة مؤتمرات بيناتهم، كان مؤتمر بواشنطن عقد لهذه الغية بدعوة من البنك الدولي. فباختصار بتكتشف أن الدول عم تتعاطى معك على الشكل التالي. أولا هي بظل أزماتها المالية لا تملك المال الكافي إن توهب. اثنين، هي لا تريد أن تعطي الدولة اللبنانية أو القنوات الرسمية اللبنانية أي دعم مالي بالمباشر. إنما ليش؟ لأنه ما كان بدها تعترف بالحكومة اللبنانية. ثلاثة، بتعتبر أنه قنوات الإنفاق عبر الإدارة والمؤسسات الرسمية اللبنانية تشوبها شوائب وممكن ما تقدر تعمل عليها رقابة ذاتية. ثلاثة، تعاطت مع المنظمات غير الحكومية، والوزير وائل أبو فعور يعني عانى من هالمسألة وبيعرفها أكثر من غيره، تعاطت مع المنظمات غير الحكومية على أنه هي القناة اللي من خلالها بتمرر المساعدات.
طبعا يعني رغم كل الجهود اللي بذلتها الدولة اللبنانية، فخامة الرئيس والحكومة والوزراء سابقا وهلا، اجت النتيجة يعني نوع من اضمحلال، مبالغ هزيلة جدا بالقياس الى الحاجات المتراكمة علينا. بعدك من شوي عم بتقول عن كلفة النازحين على الاقتصاد الوطني، كلفة الأزمة السورية عموما. بس على سبيل المثل هيك واحد يبسط الأمور، نحن اليوم بالأرقام التقريبية اللي عنا إياها من مصادر الأمم المتحدة أنه عدد النازحين السوريين يناهز المليون، يقترب من المليون، بظل أزمة المي اللي عنا إياها هلأ. بس هالمليون شخص قدي رح يحتاجوا مي ليشربوها، ومن وين بدك توفر لهم إياها؟ ما في عنا مي بالوقت اللي أنت بس عم بحكي عن المي. ما في مي، ما عم بحكي عن الوظائف أو اللي ممكن يخدوها من درب اللبنانيين، ما عم بحكي عن الغذاء اللي لازم يتوفر لهم، خدمات الطبية، المدارس اللي هن وضعوا فيها، تما نقول يعني احتلوها إنما وضعوا فيها وأخذت محل آخرين، المستشفيات اللي بتضطر تزيد موازناتها، وزارة صحيح. الصحة صحيح. وزارة الشؤون الاجتماعية. أصبحت هذه الحكومة اللبنانية بأوضاعها الاقتصادية المسقلة وانقساماتها السياسية بدها تدير فوق أزمات اللبنانيين أزمة لا طاقة لها عليها. هلا إنسانيا يمكن مفروض على الدولة اللبنانية أنه تتعاطى مع هذا الملف من الجانب الإنساني هيك، بس اليوم طب ليه سمعنا لدول العالم وقلنا لهم أوكي مثل ما بدكم مفتح حدودنا وبعدين بلشنا نصرخ؟ أستاذ مالك، ما في شيء اسمه إنساني وغير إنساني. مش إنسانيا أساسا أنه الأمم المتحدة أنها كانت تتحرك وتمنع وقوع الحرب مثل ما صارت بسوريا، مش إنسانيا أنها كان ممكن تتحرك وتعمل دعم للاجئين السوريين بالمباشر من خلال إيجاد أماكن أو مناطق آمنة لهم. يعني كمان الضغط على لبنان فقط تحت عنوان الواجب الإنساني ربما يؤدي إلى ضرب الكيان اللبناني بلحظة من اللحظات، ديموغرافيا بينضرب بينتهي، سياسيا أمنيا الانقسام الداخلي أدى إلى ما أدت إليه الأوضاع. نحن ما عم نقول الحق علينا، الحق علينا يعني الانقسام الداخلي والتورط اللبناني في هذا الصراع داخلا وخارجا، وانقسامنا العمودي على قاعدة هذا الصراع في الداخل السوري. ولكن هذا لا يبرر المجتمع الدولي التخلي عن واجباته تجاه النازحين إنسانيا، ولا يبرر أبدا بمطلق الأحوال لأي دولة أن تملي على لبنان أدبيات السلوك اللي ممكن تؤدي بلحظة من اللحظات إلى ضرب سيادة لبنان وإنهاء كيانه. نعم. وتوريطه بمجهول، بمستقبل مجهول، وبالتالي طرق. لذلك ما يتوقعوا اللبنانيين، وأنا عم بحكي عن بالمعطيات اللي توفرت عندي، أنه الدول تمد إيدها على جيبتها وتعطي الدعم المطلوب. الدعم المطلوب نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن مليارين دولار سنويا. صحيح. ككلفة. صحيح. ونحن بمؤتمر باريس كل شيء قدرنا نوعدنا فيه لا يتعدى الملايين. انطرح 40 مليون تضاف إلى مساعدات يعني شفهية أعطيت لنا بالكويت، وأضف إلى ذلك أن قنوات إنفاق هذا المال لا تمر بالدولة اللبنانية. في عندك مسألتين، في عندك مسألة دعم النازح هو بنفسه بشكل مباشر، يعني هذا السوري النازح يحتاج هو إلى أكل وشربه ومدرسة وإلى ما هنالك، وعندك دعم الاقتصاد اللبناني اللي عم بيعاني من جراء وجود هذا النازح. وجود هذا النازح أخذ محل اللبناني في الاقتصاد، أخذ محله بالمستشفى، بالمدرسة. طيب كيف بتعوض عنهم هاو؟ مسألة دعم الاقتصاد اللبناني هذه الأزمة الأساسية اللي المجتمع الدولي ما عم ينظر لها. يعني نحن عم يتراكم علينا الديون. أنا بتذكر بجلسة من المفاوضات مع البنك الدولي نفاجأ، كان الوزير محمد صفدي وزير مالية، نفاجأ بموقف فرنسي فظيع، بيقولوا لنا أنه ونحن عم نبحث معهم كيف ممكن نحصل على دعم، من بعد ما قالوا لنا أنه ما في دعم للبنان الرسمي، هناك دعم للمنظمات غير الحكومية، بيقولوا لنا أما إذا أنتم أردتوا أنكم تدعموا اقتصادكم وتدعموا النازحين فالوسيلة المتاحة أمامكم هي أن تتقدموا من المؤسسات المصرفية والمالية العالمية
بطلب اقتراض انه تدينوا وتدفعوا فوائد لتدفعوا عن النازحين السوريين. يعني هذه كانت قمة التعبير عن انه يعني غير معنيين ب لن نتوقع، لا يجب ان نتوقع تقديم مساعدات للحكومة. كان واضح ان الدعم للدولة اللبنانية، كان واضح ان الدعم ذو لون سياسي بدليل اجتماع الروس والامريكيين اللي هن مختلفين على اوكرانيا، اجتمعوا في هذا اللقاء حول لبنان تيقولوا انه هذه المظلة السياسية لا تزال متوفرة، لن نسمح سياسية. لن نسمح باغراق سياسية فقط، سياسية ليس أكثر فقط، في موضوع أو دعم سياسي أو ما يكفي من المصل لكي يبقى المريض على قيد الحياة. طب هل يتحمل لبنان مزيد من النازحين؟ يعني حكيت حضرتك عن قصة المي واللي هي شيء ملموس، أعطيت مثل شيء ملموس إكزامبل هيدا، بس اليوم إذا مثل ما قدمت الحكومة اللبنانية بأوراقها أنه قد يصل العدد إلى 4 ملايين، اليوم يتحمل لا لبنان؟ لا يتحمل لبنان. لوين رايحين؟ أصلاً الأربع أصلاً العدد النازحين اللي موجود إن كان مليون أو مليون ونص أو حتى معنا أعداد ثابتة، الحكومة اللبنانية الحالية يعني اللي بنتمنى لها تأخذ بيان، تعمل بيان وزاري وتأخذ ثقة، مدعوة إلى مناقشة هذا الأمر كبند أول على جدول أعمالها، وهو بحجم أهمية تأمين انتخاب رئيس للجمهورية. صحيح. الحفاظ على الجمهورية هو أهم من انتخاب رئيس للجمهورية. الحفاظ على الجمهورية أصبح يمر في ملف النازحين وملف وقف تداعيات الأزمة السورية على لبنان بكل أبعادها. وصلتني للنقطة اللي بدي أحكي فيها اللي هي تداعيات الأزمة السورية على لبنان. أول نقطة بهذا الملف هي ملف النازحين، بس إضافة إلى هذا الملف اليوم عندنا الملف الأمني المرتبط تماما بالملف السوري، ملف التفجيرات في الداخل اللبناني طبعا. ملف عرقلة الحياة السياسية نتيجة يعني الاتهامات المتبادلة حول المشاركة في سوريا. اليوم قديه ممكن أمنيا يرتاح لبنان إذا فعلا تسكرت الحدود، إذا جففت معابر الموت مثل ما قال وزير الداخلية أنه هذا المشنوق، في احتمال أنه نقدر نسكر هذه المعابر أم لا؟ أنا بقول أنه القيادات السياسية اللبنانية المختلفة في خياراتها واللي أخذت خيارات مؤلمة للوطن، بعتقد أنه هي كلها على قناعة بأنه الاستمرار في الوضع على ما هو عليه أصبح مؤذي لمجتمعاتها اللي هي تدعي حمايتها. نعم. لذلك التقدم باتجاه صيغة تتفق عليها القيادات لمواجهة تداعيات الأزمة السورية أصبحت مسألة ملحة وضرورية تتحافظ على حياتها. صارت حاجة كل واحد يحافظ على حياته بغض النظر عن الخلاف القائم سياسيا أو مذهبيا. صحيح. صار لازم يعرفوا أنه وضع حد لهذه التداعيات هو حيوي تيبقوا هني على قيد الحياة. مسألة ضبط الحدود وإلزام الدول المعنية بهذا الصراع بشيء ما من الحد من تدفق النازحين، أنا بقول أنه توافق كل القوى السياسية داخل الحكومة وبقرار يتخذه مجلس وزراء ومدعوم إذا بدك بقرار بمجلس نيابي يؤدي الى الحد الادنى من ضبط الامن، يساهم يعني ممكن التوافق طبعاً الداخلي ان يسري هدوءا يساهم بضبط الحد الادنى. من المستحيل انك توقف التداعيات المرتبطه مثلا بالارهاب لانه عم تحكي عن حدود قد ما تضبطها اصبح الداخل اللبناني مشبع بعناصر التفجير، ولكن التوافق السياسي والحزم بهذا الملف لا بيوصلنا إلى الحد كثيرا من المخاطر، أقله يمنع وقوع أي صدام بين المكونات اللبنانية على الأرض اللبنانية. هذه أولا. اثنين بحد من تدفق النازحين ونبدأ عملية مفاوضات مع المجتمع الدولي وحتى مع سوريا لتأمين أماكن آمنة لهؤلاء النازحين، مناطق آمنة تأمن لهم حياتهم ضمن الحدود السورية، ضمن الحدود السورية اللبنانية، ضمن على الحدود نفسها. ولكن لا يجوز ولا يمكن أن يتحمل لبنان لا ديموغرافيا ولا اقتصاديا هذا العبء من النازحين. ثلاثة، من بعد المسألة الأمنية التوافق اللبناني اللبناني حول وضع حد لتداعيات الأزمة السورية ربما يفتح أفق للحوار السياسي اللبناني حول
كيف نحمي هذا الكيان؟ كيف نحمي هذا الوطن؟ أي نظام سياسي مقبل نريد للأيام اللي جاي، للسنوات اللي جاي؟ وهون يصبح البحث بمسألة انتخابات رئيس الجمهورية لا يرتبط فقط بإجراء روتيني إنه كل ست سنوات يكون عندنا رئيس، إنما أي رئيس لأي جمهورية لأي نظام. هل نحن سنستمر في نظامنا المركزي على الصعيد الداخلي كما هو، أم سننتقل إلى اللامركزية الإدارية؟ هل سنستمر في نظامنا السياسي القائم على الطائفية والزبائنية، أم سننتقل إلى قانون انتخابات ينتج نخب سياسية جديدة بعيدة عن الطائفية السياسية تدخلنا إلى دولة مدنية؟ بدنا نطرح كل هذه المسائل. ما قيمة انتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة التوافق بين قوى سياسية 128 شخص اللي هن النواب بيحددوا مصير جمهورية ورئاسة جمهورية دون أن يكون للناس رأي فيها؟ لماذا مثلا لا نفكر انتخابات الرئاسة؟ لماذا لا نفكر في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟ لماذا؟ لماذا لا يعطى هذا الرئيس شرعية شعبية مثل ما هو معمول به في دول العالم، ويعطى بالتالي مع هذه الشرعية الشعبية صلاحيات حقيقية، ويعطى وبالتالي هي الشرعية الشعبية بتقويه، تعطيه صلاحيات بتقويه وتجعله قابلا للمحاسبة في أي لحظة وفي كل يوم. يعني بتقوي الرئيس. عم بعطي أمثلة حول إذا نحن عندنا تصور لإدارة شؤوننا الوطنية بشكل مختلف أم لا. هل يعقل أن تبقى البلديات في لبنان مجرد ناطور وحارس كناسي على الطرقات ومنتظر موازنات عم تجي من حكومة مركزية وعم يختلف عليها سياسيا وما عم تكفي البلدية، أم أنه نحن يجب أن نفكر كيف نعمل تنمية محلية نترك للمجتمعات المحلية أن تنمي ذاتها وخصوصياتها بالموضوع الاقتصادي الاجتماعي الإنمائي ونترك بلا مركزية إدارية ونتركهم يتوافقوا حول المركزية السياسية من ناحية انتخاب رئيس. يعني لماذا لا يشترك اللبنانيون جميعا في انتخاب رئيسهم، أو يشترك أكبر عدد ممكن وبأصم التنظيم الإداري على البلديات؟ صحيح. مثلا عم بعطي مثل مركزية في السياسة لمركزية في الإدارة والتنظيم العمل. أكيد كل ما بيتشاركوا اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف في انتخاب رئيسهم مثلا، أو في انتخاب أكبر عدد ممكن من النواب على قاعدة قانون انتخاب نسبي ودوائر كبرى، هذه المشاركة بالموضوع السياسي بتقوي جانب الانتماء الوطني. صحيح. والذهاب إلى لمركزية إدارية موسعة يقوي، يحمي الخصوصيات، يقويها، يحمي التنوع، يجعله أكثر إنتاجية ويساهم في إنماء المناطق. عم بعطي صورة يعني ملخصة مش رح نفوت فيها، ولكن بس هيدي الصورة قدي بتساعد وقدي قدي فعلا ممكن توصلنا لدولة على الأقل نموذجية. إذا ما بدنا نذهب باتجاه تغيير جذري بهذه الاتجاهات، سيكون موعد انتخاب رئيس هو موعد روتيني. سيكون موعد مع أزمة جديدة، سيكون موعد مع استمرار أزمات اللبنانيين اللي عم بتخليهم أرض سائبة ومفتوحة على أزمات الخارج. بعد الفاصل الإعلاني الثاني، الملف الدولي، ما أزمة أوكرانيا؟ هل نحن أمام متغيرات دولية في الخريطة العالمية الجديدة، أم هو مجرد صراع داخلي أوكراني على الحدود مع روسيا وأوروبا، ما بين روسيا وأوروبا؟ موضوع السعودية والإخوان المسلمين، اللائحة الأخيرة والصراع في مجلس التعاون الخليجي، هذا المجلس هل من تهديد عليه في ظل هذه الخلافات، إضافة إلى ملفات أخرى بقدر ما بيسمح لنا الوقت؟ مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث. أستاذ أنطوان، في القسم الأخير من هذه الحلقة، قراءة في المتغيرات أو الأحداث الدولية المتسارعة في هذه المرحلة. كنا عم نحكي بالفاصل عن موضوع مؤتمر باريس، كان لافت للحاضرين هناك أن المؤتمر أتى تحت عنوان دعم لبنان، ولكن فعليا كان لبنان جزء صغير من هذا المؤتمر، واستحوذت أوكرانيا على الملف الأساس في ظل لقاء جمع جون كيري بسيرجي لافروف على الأقل على هامش هذا المؤتمر. اليوم أوكرانيا إلى أين تذهب بخريطة المنطقة؟ شوف، تميز القرن 19 بمسومية بحرب القرم. القرم أو الكريمية هي تسمية تترية باللغة التترية، تعني الحصن. عم بقول هالكلام لأقول أنه هالمنطقة بالنسبة لروسيا
تاريخيا بالنسبة لروسيا القيصرية كما للاتحاد السوفيتي كما لروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، هي المنفذ الوحيد كانت على المياه الدافئة. كل عمرنا نحن نعرف وبدرسونا بكتب التاريخ مش هيك بأسباب الحروب العالمية الأولى والثانية وقبل منها أنه دائما سعي روسيا إلى المياه الدافئة. فاللي بيعتقد أنه مسألة الأزمة اللي انفجرت بأوكرانيا هي مسألة تسوى بشكل بسيط وبالداخل الأوكراني فهو مخطئ. هذه الأزمة لها أسبابها الداخلية طبعا ولها أسبابها الدولية. بأسبابها الداخلية نعرف أنه أوكرانيا بكيانها الحالي يعني ضمت لها منطقة الكريمية من خلال جمهورية ذات حكم ذاتي، يعني عندها حكم ذاتي، وأدت المتغيرات الديموغرافية خصوصا بعهد لينين وستالين إلى وجود أكثر من 56% من عدد سكان هنن الروس و 12% تتار وشي 20% أوكران. بالمسائل اللي صارت على مدى العشرين سنة اللي مضيوا يعني من وقت انهيار الاتحاد السوفيتي لليوم، النظام الحاكم في أوكرانيا طبعا تميز بسلسلة من الأزمات، كان إلها خلفية فساد، كان إلها خلفيات صراع قوميات، ألغيت اللغة الروسية بفترة من الفترات، في أسباب داخلية. ولكن بالأسباب الدولية والأهم أن روسيا الحالية، روسيا بوتين، روسيا الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، هذه روسيا هي روسيا استنهاض ونمو المشاعر القومية، هي روسيا المتجهة إلى إعادة ترتيب أوراق النظام الدولي الجديد. ومن الطبيعي جدا أن تقوم روسيا بوضع نقاط على الحروف في علاقاتها الدولية. هلأ تم تصوير الانقلاب اللي صار بأوكرانيا، تم تصويره في الغرب على أنه نوع من ربيع جديد، ثورة، أنه ربيع، خصوصا أنه كان في ثورة، يعني ثورة البرتقالية انطلقت من أوكرانيا أساسا، الثورة ب2004 نعم، بأسبابها الداخلية. ولكن تبين لاحقا أنه هذه الثورة وبعض المعطيات والمعلومات اللي وردت أنه أكيد الشعب الأوكراني كان له الحق في أن يطالب بإصلاحات في نظامه، كان له الحق أن يطالب بالحد من الفساد إلى ما هنالك. ولكن تبين أنه تحت عباءة هذه الثورة التغييرية دخلت على الخط عناصر تشبه كثيرا ما جرى في بعض الدول العربية، يعني طابور خامس دخل، النصين تولوا إطلاق نار على متظاهرين وعلى الشرطة سوا، يحكى عن مجموعات يمينية متطرفة من داخل التركيبة الأوكرانية كانت متدربة في بعض الدول فيما كان يسمى أوروبا الشرقية، وكانت خلايا نائمة في أوكرانيا وجرى استخدامها من قبل حلف شمال الأطلسي، كما يحكى كذلك عن بعض المجموعات الأصولية اللي منها من شارك بقتال في سوريا واللي هي تترية. إذن إذا صحت هذه المعطيات فيمكن أن يكون التدبير الروسي الحازم بموضوع وضع اليد على منطقة الكريمية أو تشجيع السكان المحليين على الانفصال ممكن أن يكون داخل في إطار خوف روسيا من أن يدخل الاتحاد الحلف شمال الأطلسي وبالتالي المصالح الغربية أن تدخل إلى داخل الحرم الروسي أو إلى داخل ما يسمى منطقة المدى الحيوي السياسي والاقتصادي لروسيا، يعني خوفه من ضرب تحت الخاصرة. يعني اليوم لما بتصير المسألة داخل الملعب الروسي، داخل البيت الروسي، صاروا عم يلعبوا الغربيين داخل البيت الروسي، كان من الطبيعي أن تكون ردة فعل أنه إلى أين أنتم ذاهبون. ولكن اللي حاصل هلأ أنه روسيا بالعكس عم تبدي إشارات كتير متزنة وهادئة بموضوع أنه ما تروحوا لموضوع فرض عقوبات، وأنا بشك أنه الأمريكان بس ما في تجربة قبل مع الروس، يعني جورجيا كانت تجربة سابقة، نعم، لصراع أمريكي روسي أو حتى أوروبي روسي بالملعب أو المدى الروسي أدى إلى
فاتت روسيا قصفت وضربت أكيد. حسمت الموضوع عسكريا فوت على المدى الحيوي إيه؟ فاليوم قديه ممكن بعد تناور موسكو وقديه العالم او الامريكان والاوروبيين عندهم هامش لانه يفرضوا عقوبات او يتحملوا ضربه او يعني ما بعرف. اولا ما ننسى انه مصالح اوروبا الحيويه من الغاز الروسي تمر باوكرانيا. انت بتعرف انه الغرب يعني اوروبا 60% من احتياجاتها من الغاز تاتي من روسيا صح وتمر باوكرانيا. يعني اولا ما في يعني الاوضاع الاقتصاديه لا تسمح للاوروبيين بانه يتخذوا اجراءات مؤذيه بحق الروس. اثنين يعني ما حدا يتوهم انه الولايات المتحده الامريكيه رح تروح تشن حرب على الروس. يعني لن تفعل في اوكرانيا عن اوكرانيا في اوكرانيا والقرم لن تفعل هناك ما لم تفعله بسوريا مثلا. كمان يعني ما لازم الوهم يروح لبعيد. ستكون المفاوضات طبعا كباش سياسي اقتصادي صعب ما بين الروس والغربيين، سينتهي بنهاية المطاف بتقديري بتحليلي إلى أن يسلم الغرب لروسيا بهذا الحق في المدى الحيوي، دون أن يعني ذلك حماية روسيا لأنظمة استبدادية أو أنظمة يعني تعيش على الفساد. يعني هذا ما بيبرر. اليوم عم تهدد بالأمس مساء كانت الولايات المتحدة الأمريكية عم تهدد على لسان دبلوماسيتها، وزير الخارجية جون كيري كان عم بيهدد نوعا ما الخارجية الروسية بأنه أي 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 خطأ قد يؤدي إلى سحب اليد الدبلوماسية من الملف. إيه إنه الأمريكي عم بيهدد بوقف المساعي الدبلوماسية إيه. بس هذا ما بيعني إنه تهديده بوقف المساعي إيه مش راح يفوت يضرب هو راح يكون البديل مش حل عسكري هو بس اليوم اوكرانيا ادخال اقحام اوكرانيا في صراع داخلي ما بين القرم وكييف عمليه الانفصال القبول بالانفصال رفض الانفصال قد يدخل هذا البلد في حرب اهليه. لذلك عم اقول انه الموقف الروسي لا يزال موقف متأني رغم الحزم في الشكل. روسيا لا تزال يعني وأظهرت عدة مؤشرات أنها تريد الحوار مع الغرب. أول اتصال وحوار جرى هو بين بوتين والمستشارة الألمانية. ألمانيا تعتبر شريك أساسي لروسيا في هذه المنطقة من أوروبا تاريخيا. للدولتين قوى ونفوذ ومصالح اقتصادية وعرقية وإلى ما وثقافية وإلى ما هنالك. وبوتين بيعرف أنه القوة الدافعة في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا. لذلك بادر إلى محاورتها. طبعا يعني ما رح يكون من الأمر السهل أن يسلم بوتين بمصالح للحلف الشمالي الأطلسي على حدوده. يعني دخول أوكرانيا كجزء من حلف الشمالي الأطلسي بدءا بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي بشكل أو بآخر إلى اندلاع صراع داخلي بقلب أوكرانيا على خلفية وجود قوميات مختلفة ما بين روس وبين أوكران، وسيؤدي ذلك إلى حرب باردة جديدة بين الطرفين. أنا أعتقد يعني حسب التحليل أن المفاوضات الصعبة بين روسيا والغرب ستأخذ وقتا، ولكن روسيا تجمع بين يديها مزيد من الأوراق التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم الغرب بالحق الروسي في هذا المدى الحيوي. لعبة أوكرانيا أضعفت الموقف الروسي من سوريا أو سحبت الملف السوري من أيدي الروس؟ بالعكس تماما. ما جرى في أوكرانيا سيجعل روسيا متشددة أكثر فأكثر فيما يخص مصالحها الحيوية في كل أنحاء العالم بدءا من لأنه القرم هي المياه الدافئة وسوريا هي المتوسط أيضا يعني مشابهة لحالة القرم. ما ننسى أنه سوريا أتاحت من خلال القاعدة العسكرية لروسيا أول منفذ لروسيا على البحر المتوسط صحيح. وجعلت مصالح روسية ما بين في البحر المتوسط ما بين أمنية في سوريا واقتصادية في قبرص. ما ننسى أنه لروسيا مصالح اقتصادية كبرى في قبرص سواء في الملف النفطي اللي بدأ بالظهور أو من ناحية القوة المالية والمصارف ورجال الأعمال اللي موجودين. يعني اليوم القوة الروسية هي قوة طامحة إلى ما رح أقول التمدد والتوسع، على الأقل إلى إعادة ترتيب النظام الدولي بما يأخذ في الاعتبار أن القطب الواحد عصر قد ولى.
إلى أي حد الولايات المتحدة ستقبل بوجود القطب الروسي من جديد؟ إلى أي سقف رح تقبل بوجوده؟ هذا مجال الصراع ومجال المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما يعرفون بأن روسيا أصبحت موجودة على الساحة الدولية، ولكن شد الحبال وشد الكباش هو إلى أي حد بنخليها تكون موجودة؟ قد ايه ممكن يكون حجمها فقط؟ بس اقتصاديا مسكتهم من الإيد اللي بتوجعهم اللي هي غاز أوروبا. كمان روسيا لا مصلحة لها في الإقفال على الغرب، لأنه عندها مصالح، عندها أزمات اقتصادية، عندها مصالح مع الغرب ما ننسى، وللغرب أيضا. بس أعطيك على سبيل المثال، اليوم الأسرياء الروس اللي هن عم يشكلوا تقريبا أكبر قوة استهلاكية في دول الاتحاد الأوروبي كما في دول العديدة من بلدان المنطقة، إذا يعني أدت العقوبات إلى انحسار هؤلاء المتمولين والمستثمرين وضمورهم إلى الداخل الروسي، قديش رح تتضرر المصالح الأوروبية؟ يعني أوروبا اليوم بمصانعها بمواردها اللي بدها تصدرها تعتمد كثيرا على الاستهلاك الروسي. في حال تقدم الأزمة باتجاه يعني انقطاع التواصل الاقتصادي ما بين أوروبا والاتحاد الروسي أو روسيا، الطرفين متضررين. لذلك لعبة شد الحبال ستصل إلى نقطة يتفق فيها الطرفين على توازنات جديدة. هذا بده وقت، لأنه هذه القصة مرتبطة فيها خريطة عالمية. يعني صحيح. الملف السوري مرتبط بتوافق أمريكي روسي، الملف اللبناني اليوم صرنا عم نحكي بأوكرانيا. لا أنا ما فيني أتكهن، مش معنى بس قراءة، لا بدي أتنبأ ولا قراءة. قدي ممكن بعد هذا الملف، على الأقل هذا الصراع الروسي الأمريكي اللي من تحته في 100,000 ملف متشعب. نحن لا نزال في بداية إعادة ترتيب النظام العالمي الجديد. دخلت عدة معطيات على الخط، دخلت إيران كقوة إقليمية تحت العباءة الروسية بالمفهوم الدولي مع استقلالية في الداخل الإقليمي. صحيح. اليوم خصوصية هذه الأزمة الأوكرانية أنها أزمة داخل الملعب الحيوي لروسيا، يعني مش عم يلعبوا بأمريكا اللاتينية، مش عم يتصارعوا بكوريا الشمالية والجنوبية. هذا يسرع اللعبة، يعقد الأمور ويسرع اللعبة، بمعنى مين بينوجع قبل الثاني بده يقدم تنازل قبل الثاني. طبعا وللأسف بقول مصير الخريطة العالمية ومن ضمنها مصير لبنان ومصير الأزمة في سوريا وانتخاباتنا الرئاسية وإلى ما هنالك، شوف كيف ترجع كله مرتبط، بصير مرتبط ببعضه. من ناحية أننا لسنا في عالم، في جزيرة منعزلة عن العالم، مرتبطين بكل نافذ. مجلس التعاون الخليجي كان لطالما كان يحكى عن خلافات داخلية، كان دايما تتبدد هذه الخلافات بصورة ظاهريا جامعة لمجلس التعاون الخليجي. أول خطوة، أول مسمار ضرب في مجلس التعاون الخليجي كان الاتفاق الأمريكي الإيراني على الملف النووي الإيراني بتسهيل عماني ما كان حدا عارف فيه. هذه كانت أول ضربة. الحوثيين، ملف الحوثيين اعتبر ضربة تانية، وصولا إلى الخلاف اليوم اللي تظهر بشكل علني بسحب السفارة من قطر. اليوم إلى أين يتجه مجلس التعاون الخليجي؟ شوف، مجلس التعاون الخليجي هو تركيبة اقتصادية نشأت في فترة الفورة النفطية، وطبعا تعتبر المملكة العربية السعودية يعني الكيان الأكبر في هذا المجلس، والتطورات مع الأيام جرب هذا الكيان اللي هو مجلس التعاون الخليجي أن يطور نفسه باتجاه صيغ سياسية وأمنية، يعني من كيان اقتصادي إلى صيغ سياسية وأمنية. كان أبرزها مثلا محاولات إنشاء قوة خليجية موحدة أو جيش خليجي موحد أو عملة خليجية موحدة. نعم. أو طب. فيزا خليجية موحدة. فضلاً عن أنه هذا الكيان الاقتصادي الخليجي هو من ضمن، يفترض أنه من ضمن كيان آخر اللي هو الجامعة العربية، جامعة الدول العربية. بعتقد أنا أنه أزمة مجلس التعاون الخليجي هي جزء من مجموعة أزمات العالم العربي اللي عم تتظهر بأشكال مختلفة، تأخذ في جانب منها منحى ديني ومذهبي كما في الصراع الحاصل بين إيران والمملكة العربية السعودية، وتأخذ في جانب منها بعد اجتماعي وسياسي يتصل
مستقبل هذه الكيانات وكيف يمكن أن تتأقلم مع القرن 21 وكيف ممكن أنه تأمن يعني استقرار سياسي وأمني واقتصادي لها بدون ما تكون بحاجة دائمة إلى وصاية أمنية من الخارج. معروف المظلة الأمنية العسكرية منذ الأربعينات هي مظلة بريطانية أمريكية. صحيح. اليوم الأزمة اللي انفجرت بين المملكة العربية السعودية وقطر لها عنوان معين، يعني هو عنوان تنامي الفكر الإسلامي الجهادي. علما أنه العنوان الإسلامي عموما ما في خلاف عليه حتى مع داخل المملكة العربية السعودية، يعني النظام في المملكة العربية السعودية هو نظام إسلامي. صحيح. ولكن المسألة الجهادية بمعنى مسألة أن تكون لهذه المنظمات أو التنظيمات قدرة على التحرك والقتال خارج أراضي المملكة. منطقة الخليج، وربما لاحقا لما لا الإمكانية إلى العودة في الداخل مع كفاءات القتالية. هذا ما دفع المملكة العربية السعودية إلى ربما بمرحلة من المراحل التحرك، لأنه كانت قبل متهمة عبر بندر بن سلطان، يعني متهمة عبر الأمير بندر بن ربما سلطان، كانت يعني هي من أوجدت هذه الحالة، هي من دعمت هذه الحالة. ربما بمرحلة من المراحل استخدمت هذا الموضوع، وأساسا العودة هي إلى الصراع أثناء الحرب الباردة. نرجع لأمريكا ولروسيا بإطار الحرب اللي كانت دائرة بأفغانستان ما بين الأمريكيين والروس، بين الأمريكيين والروس السوفيات بهيك طبعا يومها الحرب السوفيتية الأفغانية. الأمريكيين شجعوا السعوديين وشجعوا كثير من القوى لإنتاج هذه الحالة الجهادية طبعا تحت عنوان أنه بهيك الوقت المجاهدون الأفغان، وتمثلت من بعدها بأسامة بن لادن. هذه ظاهرة، ظاهرة القاعدة كانت واحدة منهم. اليوم بعتقد أنه إذا كان في من قراءة في العمق داخل المملكة العربية السعودية، لابد أن تكون هذه القراءة ذات منحة إيجابي، على أن طبعا أن يتم استكمالها بتطوير أنماط وأشكال أخرى تسمح للمجتمعات الخليجية بأن تعبر عن ذاتها بدون عنف. بس اليوم يعني هذا الخلاف اللي كنا عم نحكي عنه، أو على الأقل الخلاف في تظهير هذا الجانب الإسلامي الجهادي، اليوم هذا يهدد مجلس التعاون الخليجي، على الأقل حتى لو كان بس مجرد مجلس اقتصادي. نعم. جامع، قد ايه ممكن يهدده، قد ايه ممكن يضعضع اسسه لهذا المجلس اللي كان عم بيسعى ليتطور الى عمله موحده، الى ارض موحده، الى فيزا موحده؟ دون شك لن يكون بامكان مجلس التعاون الخليجي ان يطور نفسه للوصول الى كيان سياسي واقتصادي موحد. اصبحت المصالح الدوليه والمتغيرات الاقليميه في موازين القوى ذات وزن كبير، يعني لا يمكن أنه ينشأ كيان سياسي اقتصادي عسكري كبير لا يأخذ في الاعتبار وجود قوة بحجم إيران على حدوده. وللمفارقة فقط، هيك للمفارقة، ونحن نعرف أنه الدول بما فيها قطر والإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات، كل هذه تأخذ في الاعتبار المصالح الإيرانية بمداها الحياة وداخلها. 60% من الأموال الموجودة بالإمارات المتحدة هي أموال إيرانية. بالإمارات، بقطر طبعا نحكي عن البحرين والنفوذ ذو اللون المذهبي إلى ما هنالك. ولكن بالمفارقة اليوم، وهذه ما لازم ننسيها أبدا، أنه بالشكل أزمة داخل روسيا وأوكرانيا، بالشكل الغرب داعم ل المملكة العربية السعودية وللخليج تاريخيا، بالمضمون كاترين أشتون موجودة بطهران عم تتفاوض هي والإيرانيين على المصالح الأوروبية الإيرانية المشتركة تحت عنوان معالجة الملف النووي. عم بيتم البحث بكيف ممكن نعيد الصفقات الاقتصادية إلى سابق عهدها، الإفراج عن أموال بدأت توصل لإيران. إذن تطبيع العلاقات الإيرانية الغربية بدءا بالعلاقات الإيرانية. صحيح. الأوروبية، مما سيفتح عيون الأمريكيين لاحقا. هل تريد أمريكا أن تعيد تقوية الكيان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، من خلال ضخ الاقتصاد الإيراني أو الشرق أوسطي في هذا الكيان؟
أوروبا اللي وصفها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عندما زار تركيا بأنها القارة العجوز، هل سيسمح لها بأن تعيد بناء ذاتها والضخ انطلاقا من الميل الإيراني والانفتاح على إيران؟ طب يعني كمان بده واحد يطرح السؤال على حاله، أوروبا اليوم في سباق غير معلن مع الولايات المتحدة الأمريكية على اجتذاب السوق الإيراني، السوق الإيراني صحيح. إيران إذن في موقع قوي جدا يسمح لها بأن تفرض شروطها حتى في اللعبة الاستراتيجية السياسية الاقتصادية والأمنية، وستكون منطقة الخليج العربي هي في امتداد لهذا، يعني تحت وقع هذا التأثير في حياكة هذه السجادة الإيرانية اللي عنده النفس طويل بحياكتها، مشهورين بنفسهم الطويل. نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا. أستاذ أنطوان قسطنطين، أنا بدي أتشكر حضورك معنا في هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه شكراً المحطة. شكرا لك وللمشاهدين ولنيو تي في، وعلى أمل اللقاء القريب بك في حلقات مقبلة لمزيد من القراءة في الملفات، كانت ملفات داخلية أم ملفات دولية وعربية، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الموعد بتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت، حتى ذلك الحين إلى اللقاء.